كرمان عضو تكتل الثورة الشبابية الشعبية. سيد كرمان، هل هناك بيان جديد صدر عن شباب الثورة السلمية يعني يبين ويوضح ما هي المراحل النهائية، وهل هناك فعلا زحف إلى القصر الرئاسي أم لا؟ آخر بيان صدر عن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية تحدث عن رفض كامل لهذه المبادرة، واحتر أحزاب اللقاء المشترك بالتعاون مع أي ضغوط تتعرض لها، وكذلك دول التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي في أن يتحولوا من مناصرين للثورة اليمنية إلى معادين لشبابها وللثورة، وأننا بدأنا في المرحلة بالتحضير للمرحلة الثانية والمراحل النهائية لهذه الثورة المباركة. ما هي المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية ليست بأقل مما يقوله ما طلب فيه الثوار بالأمس، بأن الشعب يريد الزحف نحو القصر، هذا ما يريده الثوار، وفي أقل مسمياتها ممكن تقولي أن الشعب يريد الاعتصام والتظاهر أمام القصر وأمام مختلف المؤسسات الحكومية كحق أصيل لهذا الشعب في التعبير عن نفسه وفي إكمال مبادرته وفي إكمال ثورته. وبالتالي نحن نرفض المبادرات ونستهجن كل من يقبلها، وخاصة المبادرات الأخيرة بشكلها الأخير والمبادرة الأخيرة هذه الرابعة بصورتها الأخيرة، والتي تحولت من مبادرة إلى مؤامرة على الثورة اليمنية. ما هو الموقف من اللقاء المشترك؟ كيف هي العلاقة به؟ بالنسبة لموقف اللقاء المشترك، نحن حددنا موقفنا من البداية. هذه الثورة بدأت شبابية خالصة، ليست شبابية خالصة، هي الآن شبابية شعبية، واللقاء المشترك هو شريك ساعد في هذه الثورة. هذه هي الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها، وخاصة لأن شبابه مليئين في ساحات وميادين الاعتصام. لكن على اللقاء المشترك، الآن اللقاء المشترك بمجرد أن قبل بأن يدخل بالمفاوضات والحوارات منفردا بدون شركائه من الثوار ومن الشباب، سنقول له، نحن نخاطب الإخوة في اللقاء المشترك، أن يقدم أن تحكموا خياركم إما منصة الثوار أو طاولات الحوار. هذه الساحات هي ليست أداة للضغط السياسي، هذه ساحة ثورة ويجب أن تبقى ثورة وليست أزمة. ما يقوم به اللقاء المشترك، لست مع مهاجمة اللقاء المشترك، اللقاء المشترك يقوم بخياراته الشخصية، وهو حتى في بيانه الأخير هو يعبر عن موقفه من الأشياء التي بينه وبين الحزب الحاكم. لكن نحن الآن الشعب الذين الآن في الساحات هم يقولون أننا في ثورة ولسنا في أزمة، والشعب كله طرف واحد، والحاكم علي عبد الله صالح ونظامه الطرف الآخر. وبالتالي نحن حسبنا، أقول إخواننا في اللقاء المشترك، لسنا أداة للضغط السياسي، ورجاء يكفي تعامل بهذه الطريقة، يكفي كبح للثورة وللثوار. الثورة تريد فعلا والشعب يريد الزحف نحو القصر، وعليكم أن تنحازوا لهؤلاء الثوار في هذا الخيار، أو أننا سنتخذ الثوار سيتخذوا خيارهم منفردين وسيمشون نحو القصر بدون أن يكونوا مثقلين بشراكاتهم. متى المشي نحو القصر؟ عفوا، متى الزحف نحو القصر؟ على الشباب، أنا أطلق الآن نداء للشباب اليمني في جميع الساحات بأن يجتمعوا الآن وأن يرتبوا صفوفهم من جديد. الشباب الذين بدأوا هذه الثورة بدون موافقة أحد، ودعوا الجميع لأن ينضموا إليهم، وانضم إليهم الجميع كما بدأوا هذه الثورة منفردين، يحاولوا أن يقنعوا شركائهم بأن ينطلقوا سويا من أجل إنهاء هذه الثورة، من أجل قطف الثمرة، لأن هذه الثورة نجحت، فإن ينفع عليهم أن ينهوها كذلك منفردين. هذا هو الشباب القادر، وهذا هو الشباب الذي نعول عليه، قد يعني خرج ماردا واستطاع أن يشعل هذه الثورة واستطاع أن يستمر فيها، وعليه أن ينهيها. لن ينهي هذه الثورة ولن يقصد ثمارها غير الشباب السائر الذي لا يخاف، والذي يعلم أن هذه الثورة تحتاج إلى تضحيات، هي ثورة سلمية تحتاج إلى تضحيات، وما سيدفعونه الآن أقل بكثير ما سيدفعونهم تضحيات لو ظل نظام صالح شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. لكن في المقابل سيدة كرمان، اللقاء المشترك يقول إنكم ترفضون المبادرة لأنكم لا تثقون بأنها ستنفذ، لو وثقتم أنها ستنفذ ربما قبلتم بها. هذه بعض الآراء داخل اللقاء. نعم، اللقاء المشترك يقول ذلك، والشباب كذلك يقولون ذلك، وأيضا اللقاء المشترك يعلم كم هو كاذب وكم هو مخادع هذا النظام، وهو لن يرحب بالمبادرة الخليجية إلا لأنه يريد أن يكشف للعالم ولإخواننا في الخليج كم هو كاذب، وبالتالي ليس مقبولا من دول الخليج أن تستمر في
في طرح مبادرات اخرى عليها ان تكتفي بتبذه، وليس مقبولا من اللقاء المشترك كذلك ان يرضخ لضغوط اخرى، عليه ان يحسم قراره والذي هو قرار الشعب والشعب فقط. شكرا. وهنا انا اريد ايضا ان 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 اوضح بانه ايضا هناك مشكله اخرى، وهو ان الولايات المتحده الامريكيه تتعامل مع هذه الثوره من منطلق مصالح امنيه، ودول المجلس التعاون الخليجي ومبادرتها ليست الا تغطيه لمبادره امريكيه خليجيه مبنيه على انه هذا الشيء انه يجب تغيير النظام وليس اسقاطه، وهذا الشيء مناقض تماما. شكرا. شكرا جزيلا لك توكل كرمان، عضو تكتل الثوره الشبابيه الشعبيه، كنت معنا من صنعاء.